طيب كابتن إنجي، شايفة إيه سبب إن الزمالك كان أكتر تركيز مننا النهاردة؟ تغييراتنا كانت المفروض إن هي تحصل قبل كده، في توقيتات قبل كده، خاصة وإحنا فايقين، ولا شايفة إن التغييرات كان توقيتها سليم بس إحنا أخطأنا كانت أكتر والمشكلة ما كانتش مشكلة تغييرات؟ يمكن مفتاح لعب الزمالك النهارده او مكسبه السريع بالنسبه لهم. السريع قام بدور كويس جدا، واحنا بلوكاتنا كانت مفتوحه، كانت الاطراف عندنا ما بتضمش عندنا خالص، فبدي ده سبب من اسباب اللي السريع الملعب مفتوح بالنسبه له، والاثنين كويسين هناك جدا، فده حاجه. تاني حاجه التغييرات كانت كويسه جدا، بس هو احنا مش موفقين كتيم ورك، مش موفقين. التغييرات كلها اللي اتعملت بشكل صحيح، وكابتن ابراهيم كان اختياره صح جدا في الاوقات كلها، بس هم اللعيبه مش موفق. طب ليه يا كابتن انجي مش موفقين؟ انا شايفه ان في الملعب كان في اعتمادات على بعض كتير، يعني حتى كنا بنلاحظ ان احنا في كور بينا بتقع كتير قوي، من يعني ده معتمد على ده وده معتمد على ده، مع ان قبل كده في الماتش الاولاني ما كانش فيه كده، كان كل واحد عارف مهمته ايه او بينفذها ايه. يمكن برضو معظم الاستقبال بتاعنا كان ما كانش موفق خالص، فالاعداد ما كانش موفق خالص. ده معظم الحاجات اللي احنا المفروض هنركز عليها الفتره الجايه. ارسالاتهم كانت قويه قوي من الناحيه التانيه. برضو في حاجات البلوك نفسه احنا عندنا مش مقفول، كان مفتوح، هم قفلوا الزاويه للمحترفه بتاعتنا كويس جدا جدا، واحنا معظم ضربنا زاويه لان الكوره عندنا كانت مقطومه، فدي عوامل كتير قوي ما قدرناش نتصرف فيها في الملعب. فهو ده اعتقد ده سبب من اسباب الخساره يعني.